ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واحد. تفضلي السيدة النائبة. تفضلي السيدة النائبة، تيتسالى السؤال. سيدة أنا أعطيك. تفضلي السيدة. نقطة نظام تتعلق بتسيير السيد النائب المحترم، تفضلوا السيد النائب. رئيسة، أنا نقطة نظام خديتها بناء على نفس الملاحظات اللي تقدم بها السيد الرئيس في لقاءات سابقة، هو أنه فيما يتعلق بالتعقيب الإضافي خصو يكون على الموضوع ديال سؤال مع الحكومة وليس على النواب والنائبات، ومع كامل احترامي للسيد الرئيس. شكرا جزيلا. شكرا السيد النائب. تفضلي السيدة النائبة. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. تفضلي السيدة النائبة. تفضلي. نطلب الهدوء، الله يخليكم. السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب، السيد الوزير المحترم. سؤالنا ديالنا اليوم يتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال. ونعتبر نحن في فريق التقدم الديمقراطي أن حماية الأطفال من التشغيل يشكل جزء مهم من الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية وتحميها أحكام دستور القوانين الوطنية، بحيث تعتبر أن تشغيل الأطفال في سن مبكرة سي الوزير يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، بحيث نعتبر أن تشغيل الأطفال في سن مبكر يعتبر انتهاكا من انتهاك صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وتعد مشكلة ملحة سواء من الناحية الاجتماعية والإنسانية. صحيح سيد الوزير أننا نتمم المجهودات التي قامت بها وزارتكم من حيث تراجع عدد الأطفال في العمل. إذن بين سن 7 و 15 سنة، حيث أنه من 517,000 سيد الوزير من إلى 123,000 طفل سنة 2011. وصحيح كذلك أنه تم انتشال ما يفوق عن 16,000 طفل من سوق العمل، وتفادي ولوج أزيد من 24,000 آخرين في هذا السوق. وهذه طبعا أرقام تم تسجيلها بإيجابية من طرف مكتب العمل الدولي. إذا نعتبر أن القضاء على ظاهرة رقيق القرن 21 تتطلب انخراط كافة مكونات المجتمع المدني، الجماعات المحلية، أحزاب سياسية، النقابات والمنظمات المهنية، وكذا وبصفة مهمة وسائل الإعلام نظرا للدور الذي تقوم به. ونعلم ونتمن الدعم الذي تخصصونه في هذا المجال سيد الوزير. شكرا. لدعم الجمعيات العامة. شكرا سيدة النائبة المحترمة، انتهى الوقت. جواب سيد الوزير. سيدة الرئيسة، سيدة والسادة المحترمين، شكرا السيدة النائبة المحترمة. حقيقة تقريبا جاوبتي على راسك في السؤال، كان فيه جواب، لأن بكل صراحة الترسانة القانونية فيما يخص تشغيل الأطفال، نحن يعني كملنا الترسانة القانونية، اتفاقية الدولية، الدستور، واحد المجموعة ديال القوانين، قطاعات حكومية مختلفة كتشتغل على هذا المجال، مجتمع مدني كذلك نشيط. وهذه المناسبة نحيو الجمعيات يعني العاملة في هذا المجال هذا، وحتى الشيء اللي جعل أن ماشي 123,000، دابا عندنا 82,000 طفل سنة 2013، 82,000. وبالطبع ما كان، وهذا قناعة جماعية للمغاربة كلهم، ما كان الأطفال دون السن 15 مكانهم في المدرسة وليس خارج المدرسة، وخصنا نشتغلوا جميع باش نقضيوا على هذه الآفة، وإن شاء الله غادي نقضيوا عليها بتضافر الجهود باش أطفالنا ومغرب جدير بأطفاله حقيقة نضمنوا الحقوق ديال الطفل. الشيء اللي كيجعل حقيقة نحاربوا الفقر، نحاربوا التهميش، نحاربوا واحد العدد ديال القضايا، ونحاربوا كذلك الهدر المدرسي، ونشجعوا التكوين المهني باش يمكننا نقضيوا نهائيا على تشغيل الأطفال واستغلالهم لغرض ما. وشكرا. شكرا سيد الوزير. هل من تعقيب إضافي؟